المكتب عن حياتي، مما يجعل بمبادرة الأستاذ عبد اللطيف حفيظي متفردة ونوعية. والأجمل في هذا الكتاب هو كتابة حياة صاحب السيرة، وهو حي يرثى كما قال الأستاذ محمد علي. يحس هذا الشخص ويشعر حقيقة أنه قدم لمجتمعه ما استطاع أن يقدمه بعدما لحقه حيف من مجاهديه، مع أننا اعتدنا أن نطلب الدنيا ونطعمها نشاطا وتكريما عندما يموت الشخص المنقطع، فنعدد محاسنه وإنجازاته فتظل المبادرة ناقصة ما دامت لم يعلم بها المكرم أو يعلم بها المكرم حيا. السيد المحترم، السيد السيد المحترم محمد أشرف، لا تقل أنك كنت في إحدى تصريحات ربما في لقاء إحدى الجرائد الإلكترونية أنك قلت أنك كنت متهورا في إحدى تصريحاتك، فأنت بما ذكرت بكل شجاعة رجل المواقف والمبادئ، سجلتها بمدينتك بفخر واعتزاز، فالتاريخ يذكر الرجال ولا يذكر غيرهم إلا في مزبلة التاريخ. دافعت عن الحق وصبحت به ولم تخف به لومة لدن، وكنت لذلك عراقيا قحا وامتدادا لصلابة أهل العراقش وامتدادهم الإثني والوطني. وهذا لا يمسينا أصلا عندما تذكر بالسرير، فنتذكر قبيلة أجدادي التي كانت عصية وقوية لا تخضع عندما تحس أنها مظلومة، فكانت تقوم وقفة رجل واحد. وهذا ما سجله التاريخ لآل سليم عندما فرض عليه من الضرائب ما لا تبالي، فقالت في وجه عامل عائش المكي أذكر التي كانت سببا في استبداله بعامل جديد هو ولد محمد الشريف، فلما حرم حركته بمساعدة السلطان على القبيلة لم يخضعها خضوعا تاما، ومن بعدها العامل أحمد بن تاني الذي كان عصيان وقوة قبيلة سليم من عوامل إقالته. إذن هذا الشخصية اللي تخرج منها السي الأشرفي فهو سليل أجدادي. نعم، شخصية اكتسبها من قوة هذه القبيلة. حتى لا أطيل عليكم، أشكر الكاتب عبد اللطيف أن قمت بهذا العمل ودونت حياة هذا الرجل القوي وألقت له، وشكرا الجميع، وشكرا جمعية أصدقاء مكسر الوسائط يا مكسر الكفاوي على هذا الاختيار، وأعتقد أنكم وفقتم في تكريم رجلين في نفس الوقت، والسلام عليكم.